صراع أمريكي انتخابي يحمل وجهات مختلفة لمستقبل العراق. بايدن وترامب هنالك بينهما شراكة في الأيديولوجية الأمريكية التي تضع المخططات المراد تنفيذها في الشرق الأوسط على الرغم من تفاوت نسب الأهمية بينهما لهذه المشاريع. ترامب متبني مشروع التطبيع بشكل كبير ويسعى بكل قوة لتحويل القدس عاصمة لإسرائيل ويكون العراق جزءا كبيرا من صفقة القرن. أما بايدن فهو شخصية تقسيمية يسعى إلى تفتيت الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة، ويبدو أن مشروعه السابق لتقسيم العراق قد بدأ يلوح في الأفق. الأحزاب الإسلامية والموالية لإيران ترغب بفوز جو بايدن كون الديمقراطيين أكثر تفاهما مع إيران، وهم الذين وقعوا الاتفاق النووي في زمن أوباما. أما الأحزاب المعارضة للإسلاميين وفصائل المقاومة تريد فوز ترامب كونها ترى فيه قساوة الانتقام وتعول عليه للقضاء على الأحزاب الموالية لإيران، خاصة وهو يتوعدهم كثيرا. وبعيدا عن المصالح الفئوية والحزبية، فتجربة أمريكا في العراق مريرة سواء أكانت مع الديمقراطيين أم مع الجمهوريين، فيما يرى مراقبون بأن فوز ترامب سيكون بداية لفوضى وحرب عالمية ثالثة يكون العراق جزءا منها. أما فوز بايدن فهو انتعاش للأحزاب الحاكمة. وبين بايدن وترامب يبقى مصير البلد مجهولا في خضم سياسة متشابهة لكل المتنافسين. أما لسان حال المواطن العراقي فهو قول المثل الشعبي: المطرت والصحة شمحص للعقول.